انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية في غزة جثماني شهيدين من الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. هذا وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,897 فلسطينيا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.